حتى النبي عليه الصلاة والسلام عد هذا من كمال الإيمان. خلي بالك، أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام الحلو، التلطف مع الزوجة في الكلام، من كمال الإيمان، من كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. الله. تاني، الحديث ده جميل قوي. شوف سيدك وسيد الناس صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت كزوج خلي بالك مطالب انك تتلطف في كلامك مع زوجتك، ما تبقاش قاسي عليها، تقعدش تهينها بالكلام، ما تعايرهاش، ما تجرحهاش، ما تبقاش عارف ان الكلمة دي بتضايقها ولا اللفظة دي بتضايقها او العبارة دي بتضايقها وتجي انت مصمم عليها وتقولها، تقول لك الكلمة دي بتضايقني وانا بحب اقولها. في ساعة صفا ممكن تقول له الكلمة دي بتضايقني، ولا خلاص مش هقولها لك، لما يزعلوا مع بعض يقول لها الكلمة اللي بتضايقها. عارف شغل عيال. لكن عايز اقول لك انت كزوج لما تقول لزوجتك انا مش قايل يبقى ما تقولش، لا في رضا ولا في غضب، لا في سراء ولا في ضراء، لا في نعماء ولا في بأساء. خلي عندك مبدأ، قلت مش هقول حاجة تضايقك خلاص ما تقولش حاجة تضايقها، ما تجرحهاش. وبعدين تعجب يا أخي، كل العجب تعجب،